من فضل الله تعالى علينا أن جعل لنا في هذه الحياة محطات للتزود، ومن هذه المحطات هي بيوت الله. وكما تعلمون أن المسجد هو محطة للتزود إلى الدار الآخرة، فيه أنوار، ويحتاج الإنسان إلى هذا النور حينما يوضع الصراط على متني جهنم، فنحتاج إلى هذه الأنوار. أين نجد هذه الأنوار؟ في سورة النور الله تبارك وتعالى يذكر لنا مجموعة من هذه الأنوار. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إذن هذه الأنوار أين نجدها يا رب؟ يأتي عنوان هذه الأنوار في الآية التي تليها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، قال رجال، هؤلاء الرجال يا رب ما أوصافهم حتى نصير مثلهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هذه الأنوار اللي نحتاجها هي موجودة في بيوت الله، تنفعنا حينما يوضع الصراط على متني جهنم. هنا الصراط يعني أدق من الشعر وأحد من السيف، كلنا يجتاز هذا الصراط، نحتاج إلى أمام هذه الظلمة، ظلمة الصراط، نحتاج إلى نور. هذا اللي شحناه في الدنيا ينفعنا هناك. يقول ابن مسعود: ومنهم من يأتي نوره كالجبل، ومنهم من يأتي نوره كالنخلة، حسب الشحن. إيش قد شحنت، إيش قد تزودت من هذه البيوت، راح يفيدك هناك هذا الشحن. ومنهم من يكون نوره برأس أصبعه الإبهام، يتقد مرة ويطفأ مرة، وهذا حال المنافقين والعياذ بالله. إذن هذه الأنوار الله، النبي صلى الله عليه وسلم ربى فيها رجال. هذول الرجال اللي تربوا بالمساجد علمهم على أصول، من حرم منها حرم الوصول. نريد أن نتعرف على هذه الأصول في هذا البرنامج المبارك، منها محبة الله ومعرفة الله، وهذا من أعظم الأصول، أن تتعرف على الله، أن تحب هذا الرب العظيم الذي خلقك فسواك فعدلك. فالذي يريد أن يحب الله تبارك وتعالى لابد أن يتعرف عليه. كيف نتعرف على الله؟ نتعرف على الله من خلال كتابه العزيز. هذا الكلام الذي وهذه المصاحف التي بين أيدينا، هي هذا المصحف هو الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب كما يقول محمد إقبال يوصي ابنه، يقول له: يا بني اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك. حينما تغوص ويعني تدخل في عمق آيات الله في التفسير والمعاني والأسرار، ستحب هذا الرب العظيم، ستحب هذا الرب الكريم. بعد ذلك إذا أردت أن تحب هذا الرب، عليك أن تتفكر في مخلوقاته. شلون تعرف الله سبحانه وتعالى وأنت ما متفكر في هذه المخلوقات؟ هذا المكان الذي نجلس فيه الآن، أشجار وأنهار، من خلقها ومن أبدعها؟ الله تبارك وتعالى. كل سقف يحتاج إلى أعمدة حتى يقف هذا السقف، ولكن انظروا إلى هذه السماء، بلا عمد من رفعها، بالكواكب من زينها، الأرض من ذللها وقال امشوا في مناكبها، المريض من شافاه، الصحيح من بالمنايا رماه، الطبيب من الذي أرداه وهو الذي كان بإذن ربه يرجى شفاه، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرى مثله فيما مضى،
هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. الليل من حاك دجاه، الصبح من صاغ ضحاه، الهواء هذا الهواء تكاد تمسه الأيدي ولا تراه، من الذي أخفاه؟ الثعبان من أحياه؟ والسم يملأ فاه، الجنين في ظلمات ثلاث، من الذي رعاه؟ إنه الله. يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد واراك؟ ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الذنوب جميعها أنجاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ إنه الله. إذن هذا الأصل العظيم يجب أن يتربى المسلم فيه في بيوت الله تبارك وتعالى.